تحديد نوع الجنين. سؤال مهم جدا جدا من ستات كتير بيسألوه، هل نقدر نحدد نوع الجنين؟ طب ازاي؟ هل استخدام غسول معين ممكن يساعد في انك تحدد نوع جنين؟ لو انت عايز الإجابة على السؤال ده يبقى الحلقة دي هتفيدك، ويلا بينا. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من جوه الصيدلية. لازم نفهم الأول حاجتين مهمين جدا. أول حاجة، الحيوان المنوي بيشيل كروموسوم بيحدد نوع الجنين. لو كروموسوم Y بيكون المولود ذكر، ولو X بيكون نوع الجنين أنثى. المهبل بيفرز نوع من البكتيريا بتساعد إنها تخلي درجة الحموضة معتدلة تقريبا 3.5، طيب من خلال إنتاج حمض اسمه حمض اللاكتيك. وسبحان الله الوسط الحميضي ده بيحافظ على الحيوان المنوي اللي شايل كروموسوم X، يعني بيحافظ على الحيوان المنوي اللي ينتج السيدات. وبكده نفهم إن التغيير في بيئة المهبل ممكن يتحكم في تحديد نوع الجنين. فلو عايزين مثلا ولد، لو انت بتفكري انك تحملي بولد، يبقى لازم نخلي الوسط قاعدي لانه مناسب جدا للكروموسوم Y. فساعتها نستخدم حاجه فيها بيكربونات الصوديوم، غسول يكون فيه بيكربونات الصوديوم، ويفضل اننا نغسل بيه او نستخدمه قبل الجماع ب 30 دقيقه على الاقل. اما بقى لو عايزين ان شاء الله بمشيئه الله تكون بنت، فينصح بغسول بيحتوي على الخل والمية عشان يخلي الوسط ايه؟ الوسط حامضي اللي بيكون مناسب للكروموسوم ايه؟ كروموسوم X. برافو عليكم. وبرضو يفضل استخدامه قبل الجماع بكام؟ ب30 دقيقة. النوعين موجودين في السوق تحت البراند نيم اسمه بنتوسان، دلوقتي يمكن تشوفوه دلوقتي طالع على الشاشة، العلبة الزرقاء والعلبة الوردي والاسم. السؤال التاني دلوقتي، هل توقيت الجماع بيفرق في تحديد جنس المولود؟ عشان في كتير من الناس سألوني السؤال ده لما اتكلمنا على الأوفيوليشن تيست أو التبويض، أو اللي هو اختبار التبويض. بتعتبر من أكثر الطرق المعروفة والمنتشرة واللي بتعتمد على توقيت الجماع بالنسبة لموعد إباضة المرأة. زي ما قلنا إن نوع المولود بيعتمد على نوع الكروموسوم اللي شايله الحيوان المنوي للرجل. الحقيقة بتقول إن الحيوان المنوي اللي الكروموسوم Y اللي هو المسؤول عن الذكور حجمه أصغر لكن أسرع، بس للأسف هو بيعيش لمدة أقصر من الكروموسوم X. عشان كده اللي بيحصل في حالة الرغبة بجنين ذكر، فينصح بممارسة الجنس بأقرب معاد لمعاد الإباضة عند الست. لضمان إيه؟ لضمان إن الحيوان المنوي اللي هو كروموسوم Y هيوصل أسرع، لأنه هو هيوصل أسرع قبل حيوان X. على فكرة ده كله احنا بناخد بالأسباب بس، لكن فيش حاجة مضمونة. لكن في حالة الرغبة بجنين أنثى، فينصح بممارسة الجنس قبل 2 لـ4 أيام من وقت الإباضة. وبكده الحيوانات الكروموسوم X هي اللي هتعيش وتفضل لمعاد التبويض اللي احنا قلنا عليه. يبقى انت هتيجي تعمل ايه؟ حضرتك هتيجي تعمل ايه؟ ببساطة كده بالعمي، هتعرفي امتى معاد التبويض بتاعك. هتعرفي ازاي؟ هتعرفي ان في اختبار التبويض اللي موجود في الصيدلة وكنا اتكلمنا عنه. لو انا عارف مثلا ان يوم 13 ده يوم التبويض عندي، فانا اعمل ايه؟ لو انا عايزة ولد ان شاء الله، قبلها بيوم مثلا او في نفس اليوم ده يبقى الجماع في اليوم ده، تمام؟ لكن لو انا عايزة بنت، لو انا يوم 13 معاد التبويض عندي، فانا قبلها ب3-4 أيام يبقى فيه الجماع، عشان في الفترة دي في الثلاث أيام دول هيكون الكروموسوم Y مات، وهيكون اللي لسه عايش هو الكروموسوم X اللي هو ممكن يوصل البويضة ويلقحها. أتمنى أكون بالشكل ده قدرت أجاوب وأبسط السؤال اللي جالي فوق مثلا 1000 مرة. يا رب يدي كل محروم ويدي كل واحد اللي هو عايزه، سواء ولد أو أنثى، وربنا يبارك فيهم. شكرا جزيلا على المشاهدة، وأتمنى أكون فدتكم، وأشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله من جوه الصيدلية.